طب والله يا شفيع بيه انا بحبك لله في لله ومن زمان على فكره. ده هيشحت بيه على باب السيده ده ولا ايه؟ اما بالنسبه لسيف والهبل اللي بيعمله ده يا لو ربنا يا تونه. انا قلت له 100 مره ما يصحش كده يا سيف، دي تونه برضه يا سيف. صادق يا صلاح صادق، هو انا مش عارفك. ربنا يخليك يا تونه. ها يا شفيع بيه، مشروعي اللي حضرتك عايزني فيه. قول لي يا صلاح، ايه رايك في المشروع ده؟ تعرف تعمل لنا فيه ايه؟ ده ايه الفيديو ده؟ الفيديو ده حضرتك بعد ما خدت شنطة الفلوس من سيف لما بعت له البلطجية وبعد كده رجعتها. طب الحمد لله انك قلتيها. رجعتلك فلوسك يا تونة. ومن مين؟ من ابن عمي. يعني بقيتك على لحمي ودمي. انت عارف انا ممكن اعمل ايه بالفيديو ده؟ ممكن ابعته للراجل الطيب الغلبان اللي قاعد في بيته كافي خيره وشره وفجأة يكتشف ان ابنه متورط في قضية رشوة. حاجة عبد عزيز. ولا هقول لك انا هبعته لسيف. يور بيست فريند، يور كازن، عشان يعرف بقى مين اللي خد منه الفلوس. وممكن نقصر الطريق نسلمه هو والشنطه للبوليس وهم بقى يتصرفوا. انا مجرد وسط خير. مين اللي موسطك يا صلاح؟ مين كبيرك؟ ما اعرفش. ما دام ما تعرفش البوليس هيخليك تعرف كده برضو يا تونه. ليك عين تقول لي كده برضو؟ بعد ما مرمطتني المرمطه دي كلها، رعبتني ورعبت عيالي، وجاي تقول لي دلوقتي كده برضو؟ قسما بالله انا كان قصدي خير. توكيل العربيه لا راح ولا جه ولا هيأذي حد في حاجه. لما قالوا لي قلت لهم عليكي. ما في 100 واحده موظفه في شهر العقاري. حد قال لك قبل كده ان انا باخد رشوه؟ عشان عارفك محتاجه الفلوس. انا كانت نيتي خير يا تونه. خير منين؟ مين اللي قال لك؟ ما اعرفش والله ما اعرف. اللي بلغني بلغني بحاجه واحده بس، رقم توكيل محتاج تغيير تاريخه. والوليه اللهو الخفي دي بقى انت اللي مشغلها؟ هما مشغليننا كلنا. هما مين بقى؟ ما اعرفش والله ما اعرف. رقم التوكيل كام يا صلاح؟ ليه؟ بص يا صلاح يا ابني، انا راجل كبير وانت لسه ما شفتش مني غير الجود فيس. وخلي بالك انا ممكن اوريك كمان الاجل فيس دلوقتي. كم رقم التوكيل يا ولد؟ شطورة يا بيضة، ما اشوفش خليتك هنا تاني. انا مش مصدقة اللي انت بتقوليه ده يا تونة. وانت تضمني منين الحيوان ده ما يعملش حاجة حقيرة؟ ما هو لو ما خافش من الفيديو ده هيروح لابوه، هيخاف بقى ان الفيديو ده هيروح لسيف. ولو بقى ما خافش من الاتنين اكيد هيخاف من البوليس. طب بصيتي في السجلات؟ انا توكيلات اهي قدامي. بصي انا هصورها لك وابعت لك كل المستندات اللي عندي. وصلت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ حاجة غريبة قوي يا ميسون. انتي عارفة ان التوكيل معمول بنفس التاريخ اللي هما كانوا عايزين يعملوا. امال اللي هما كانوا عايزين منك ايه؟ مش عارفة. اسم الراجل صابر عبد المعطي الطحان. صابر عبد المعطي الطحان؟ انت تعرفه؟ ايه اللي اعرفه؟